موريتانيا بعد أن أنزل الستار أخيرا على نهاية بطولة الأمم الإفريقية والتي احتضنتها مصر. يجد المنتخب الوطني المرابطون نفسه في تصنيف المنتخبات الإفريقية في المستوى الثاني بعد سنوات طويلة أرجح فيها بين المستوى الرابع والثالث. بينما حين يتعلق الأمر بتصفية بطولة كأس العالم، يجد المنتخب الوطني نفسه ضمن قائمة منتخبات المستوى الثالث، مما يصعب عليه مهمة التصفيات حين تضعه القرعة دائما ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات كبيرة وصعبة المراس. فيما يتعلق بقرعة تصفية بطولة الأمم الإفريقية عام 2021، وجد المنتخب الوطني نفسه في المجموعة الخامسة إلى جانب المنتخب المغربي ومنتخب إفريقيا الوسطى والمنتخب البوروندي، مجموعة يرى كثيرون أنها في المتناول حين يتعلق الأمر بمنتخب بوروندي وإفريقيا الوسطى، بينما تصعب حين يتعلق الأمر بالمنتخب المغربي الذي تميل كافة المواجهات لصالحه طيلة اللقاءات الماضية. لكن السؤال المطروح في الظرفية الراهنة وفي الأوساط الرياضية الموريتانية خصوصا، هل سيكمل المنتخب طريقه في التصفيات القادمة بنفس الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كورينتان مارتينز؟ أم أن قدم المحطات سيحمل تغييرا جذريا للمدرسة الفرنسية؟